آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءات الكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كتاب الزكاة. كتاب الزكاة. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. زكى بالزاي المعجمة أخت الراء والكاف والألف المقصورة. الأصل في حرف العلة هنا هو الواو. زكى يزكو زكاة فهو زاك، والزكاة بمعنى النماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والأصل في الزكاة أنها ركن، والمعنى الاصطلاحي أن الزكاة هي عبارة عن ركن، أو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبارة عن قدر معلوم في مال مخصوص بشرط معلوم. هذا هو تعريفها، قدر معلوم وضحه الله عز وجل، وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل له شروطا كبلوغ النصاب وحولان الحول. فالذهب له نصاب 85 جراما، والفضة لها نصاب 92.500 جرام، وزكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، وما يكون في هذه الزكوات من الأحكام التي ستبين الآن بإذن الله تبارك وتعالى. الذي يمتنع من أداء الزكاة كما حدث مع المرتدين لما ارتدوا ومنعوا الزكاة، فقال فيهم أبو بكر: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فإن الذي يمنعها جحودا ونكرانا يكفر إجماعا، والذي يجحدها يمنعها ينكرها، ينكر ثبوتها وينكر شرعيتها، هذا يكفر إجماعا. والذي يمنعها بخلا أو شيء من هذا يعزره ولي الأمر، ولذلك كان أبو بكر من فقه يقول: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهما في كتاب الله جميعا. يعني ما ذكرت الصلاة ولا ذكرت إلا كانت معها الزكاة. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يجمعوا على أمر تركه كفر إلا الصلاة، ولم يفرقوا هنا بين من جحد أو من أنكره أو من تكاسل أو من تهاون. لكن في الزكاة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. تفضل. باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. ومكانتها. يعلم وفقني الله وإياكم أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها، وبيان من تجب عليه ومن تجب له، وما تجب فيه من الأموال. من تجب عليه الذي يملك النصاب، ومن تجب له المستحقين لذلك الذين أتوا في قول ربنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الثمانية الأصناف: من تجب عليه ومن تجب له، ومقدار هذا الوجوب. نعم. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر في الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. نعم. كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة. يجوز أن نقول بالفتح، قلنا هذه الكلمة فيها التثليث، الدلالة والدلالة والدلالة كلها بمعنى. نعم.
وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط، لأن الصلاة تدل على صدق العبودية والزكاة تدل على صدق الملكية والمالية. الصلاة تدل على صدق العبودية، الزكاة تدل على صدق الملكية والمالية، لأنه لا يكون الإنسان صادقا في العبودية ويكون كاذبا فيما يملك من المال. إذن هنا لم ينتبه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذلك الله عز وجل لم ينزل هذه العبادات إلا لتحسين الأخلاق. التوحيد يحسن الخلق في علاقتك مع من؟ مع ربنا تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كتب عليكم الصيام، أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا ما جعلت هذه العبادات إلا لتحسين الأخلاق، وأعظم تحسين الأخلاق هو كما جاء في حديث أبي قلابة عن أنس عند البخاري، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، العلاقة بين العبد والرب وبين العبد والعبد وبين العبد ونفسه، هذه مثلث الأخلاق. لا كما يقول بعض الناس أهم شيء الأخلاق أنك كيف تعامل جارك، بس تكون حتى زنديق ولا تكون ملحد ولا تكون تعبد غير الله ولا تسأل غير الله، لا لا، أنا أقول هذا فساد الأخلاق. الأخلاق في هذا الحديث وأمثاله كما من حديث أبي ذر ومعاذ، اتق الله حيثما كنت، هذه العلاقة بينك وبين الله، وأتبع السيد الحسنة تمحو هذه العلاقة بينك وبين نفسك، وخالق الناس بخلق حسن. فأتت الأخلاق الحسنة في الحديث بعد حق الله تبارك وتعالى، ثلاث من كنا في وجد بين أن يكون الله ورسوله أحب إليه ويحب المرء لا يحب إلا لله، ويكره يعود في الكفر بعد أن أنقذ الله منك ما يكره يقذ في النار. فما أتت العلاقات الثالثة إلا بعد توحيد ربنا تبارك وتعالى. فأخطأ من يخرج من الناس ويقول لا أهم شيء أنك بس تعامل الناس كويس، حتى ولو كنت فيك ما فيك، نقول لن يتمكن أحد من أن يحسن معاملة بينه وبين الناس إذا أفسد المعاملة بينه وبين ربي وبين رب الناس. أنت لك موقفان في هذه الدنيا، إن أحسنت أولهما أحسن لك آخرهما. إذا أحسنت العلاقة بينك وبين الله تحسن لك العلاقة بينك وبين النفس وبينك وبين الآخرين. وذكر ربنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. تأمل في هذه الآية الخامسة في سورة الفاتحة، وهذا هو الدين كله، هنا جمع الله القرآن في الفاتحة وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. بدأ الله بماذا؟ بدأ بحقه، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أخلص العبودية توفق للاستعانة، لكن إن لم تكن ذا عبادة وتوحيد فإنك تفقد هنا إيش؟ الاستعانة. نعم. حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: هناك في كرسي ممكن تنزل الكتب وتجلس عليه، هناك في الكرسي. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. لك أن تقول شهادتي ولك أن تقول شهادته، إذا جعلتها على البدل تكسرها، وإذا جعلتها على الابتداء ترفعها، الوجهان لك جائز. نعم. وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث، وأجمع المسلمون على فريضتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام. على فريضتها ولا على فرضيتها؟ على فرضيتها. أحسن. وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. من منع إخراجها؟ أحسن الله. من منع إخراجها فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرضت في أول الإسلام المدني، دلالة على ماذا؟
دلالة على عظم أمرها، لأن الناس يملكون المال ويملكون المتاجر ويملكون المزارع، بينما الحج في السنة التاسعة بينما الصلاة في أول الدين المكي، في أول إيش الرسالة المكية، لأنك وهذا التدرج يدلك على أشياء، يدلك على أول شيء لابد أن تحسن علاقة بينك وبين الله. ما تأخر فرض الصلاة، الصلاة من أول ما فرضت، كما وكانوا قبلها يصلون، لكن جاء الفرض والتوجيه فين؟ في رحلة المعراج، 5 صلوات في اليوم والليلة، وكان ذلك في 10 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تجد في أول الدولة المدنية كان فرض الزكاة في السنة الثانية، دلالة على أنه لما استقامت أخلاق الناس ديانة فهنا أصبحوا يجودون ويبذلون ماذا؟ أموالهم، لأنك لن تجد أحد، عليكم السلام، لن تجد أحدا يفسد في ديانته ثم يحسن في ماله، هذا ممتنع، لأن المال حلوة خضرة، المال هذا شيء تشتهيه النفس، عليكم السلام، فإن لم يبذل دينه لن يبذل ماله، لن يبذل ماله، فبذل الدين أيسر من بذل ماذا؟ المال، لأن في الصلاة أحد يطلب منك شيء، ما أحد يطلب منك شيء إذا أتيت للصلاة أو إذا أتيت للصيام، لكن الزكاة تخرج مالك، ولا سيما إذا كثرت عندك أعيان هذا المال، فأصبح عروض تجارة، وأصبح نقدين، وأصبح الورق والذهب، وأصبح عندك مزارع. لذلك الناس يبحثون كيف أنهم يتهربون من إيش؟ من إخراج الزكاة، أو كيف أنهم عياذا بالله يتحايلون على ذلك، والله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق وهي مطهرة للمال. ولذلك بعض الناس يعني في النظام الأساسي في بلادنا وفقها الله وأعانها هنا يتكلم يقول لك يا أخي إيش ليش يكون في هيئة الزكاة والدخل، يا أخي دي بيني وبين الرب يا حبيبي هذا الدين. ولذلك لم يخرج هؤلاء الجهلة يتكلمون من ليبرالية وعلمانية، هؤلاء الجهلة لا تسمع لهم ولا تهتم بأقوالهم ولا تضيع أوقات المشايخ بالرد عليهم. إن الأقزام يشتهرون برد الأكابر، الأقزام يشتهرون برد الأكابر، إنسان قزم ما أحد يدري عنه ولا يدري عن إيش عن قوله، لما ترسل للشيخ والشيخ ينبري لكي يرد عليه، هو بذلك ما الذي حدث له؟ اشتهر. لكن أميت الباطل بعدم ذكري، خلى الميت مع صاحبه. إن هذه الأصوات إن لم يرجعها الجبال الشوامخ الشم لا تسمع لها صدى، تصبح فين؟ ضائعة فين؟ ضائعة في الهواء. ولذلك ربنا يقول يا جبال أويبي معه والطير، ليه؟ لأن الصوت اللي كان يرجع به داود كان كلام الله، المزامير يعني شيء اللي هو الزبور، فالكلام العظيم يرده الشيء العظيم، والكلام الحقير ينبغي أن يطير فين؟ في الهواء. ألا ترى أن الدخان يرتفع وهو وضيع، وصفحة الماء وصفحة الوجه على الماء وهو عظيم، الماء أسفل وصفحة الوجه عليه، والهذا طالع ما له قيمة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدائما يا إخوان لا ترهقوا أنفسكم بإزعاج أنفسكم بمثل هذا. هذا هو الدين، هذا أن النبي كان يرسل الخراص يخرصون التمرة، ويرسل السعاة والجباة ليأتون بيش بالزكاة، زكاة الأنعام وزكاة الأموال وزكاة الزروع. نعم. وهي مطهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
ادع لهم يعني واستغفر لهم، إن استغفارك سكن لهم، ينزل عليهم السكينة وينزل عليهم الرحمة. من أموالهم لها معنيان، تأتي بمعنى التبعيض، ولذلك فعلا هي ربع العشر ما بيأخذ كل المال، وتأتي بمعنى الجنس يعني من جنس أموالهم، سيكون هناك زكاة زروع هذه مال، بهيمة أنعام هذه مال، ذهب وفضة هذه مال، نقدين أموال، فهمتوا ولا لا؟ فهذه من أموالهم، تفيد التبعيض وتفيد إيش؟ الجنس، على ما قاله أهل التفسير كالرازي وأبي حيان وابن الجوزي وابن عطية وغيرهم من أهل التفسير. نعم. ومن ثم فهي تقصير للنفوس من الشح والبخل وامتحان للغني حيث يتقصر. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإنما هي أوساخ المال، هي أوساخ المال، الله عز وجل غني عنها وعن صاحبها. نعم. وامتحان للغني حيث يتهرب، ابتلاء للغني هنا الذي يزعم عبوديته لربه ثم يتهرب من ماذا؟ يتهرب من أداء ذلك الحق وهو قليل. المليون 25 في كل 40 شاة، في كل 40 شاة يأخذ منه إيش؟ يأخذ منه شاة واحدة. نعم عليكم السلام. نعم. يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. نعم. وقد أوجبها الله في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو. ويكثر فيها النمو والربح، مثل زكاة بهيمة الأنعام تنمو سريعا، مثل عروض التجارة تنمو أيضا، الأموال تنمو سريعا. إذا كان في النفقة النافلة يخلف الله، فلن يخلف في الفريضة من باب أولى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرف، وما ينمو بالتصرف وإدارته في التجارة كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج من الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في المال الذي تخرج ولا تخرج منه، في المال الذي تخرج منه. نعم. فالله عز وجل إذا كان لك حرث يروى ريا بعليا، يعني ريا إيش؟ لا كلفة فيه، ترويه السماء، فيه ربع العشر. وإذا كان فيه العشر، وإذا كان هذا الري فيه كلفة ومؤنة كالسواقي والعيون إلى غير ذلك تتعب، فيه نصف إيش؟ نصف العشر، وإيش القيمة؟ ولا شيء. نعم. فأوجب في الركاز، وهو ما وجب الركاز الكنز، الركاز الكنز في الركاز العشر، قال عليه الصلاة والسلام، يعني إن حفرت في أرضك فوجدتك ركازا، يعني مالا مركوزا، كنزا من أيام أمم وحقب سالفة، في الركاز كم تطلع؟ أقل قيمة. نعم. وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس. نعم. وما فيه التعب من 20% في الركاز تخرج خمسه. نعم. وما فيه التعب من طرف واحد، وهو ما سقي بلا مؤنة نصف الخمس. وما وجد فيه التعب نصف الخمس اللي هو ايش يعني؟ العشر. العشر. نعم اللي هو العشر. وما وجد فيه التعب اللي هو ما اللي هو الأراضي التي تروى ريا بري السماء، ريا يسموه ري البعلي، البعلي يعني بالمطر. نعم. وما وجد فيه التعب من طرفين ربع الخمس، يعني اللي هو ربع الخمس اللي هو نصف ايش؟ نصف العشر، بين قوسين عشان تكون عارفين، يعني 1/20. نعم. وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ربع العشر، سبحان الله، اللي هو 2.5% اللي هو تفضل. ايوه. ثمن الخمس اللي هي 1/40 يعني. نعم. أو 2.5% بمعنى آخر يعني نفس المعنى. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص الحال وتضر صاحبه. وسبحان الله، هي منكم وإليكم يا أخي، وتدل على المواساة. لو جمعت زكوات المسلمين لن تجد فيها فقيرا،
وكان في زمان في عهد عمر وفي عهد عمر بن عبد العزيز وغيرهما رضي الله عنه وطلع الجميع أن يأخذ بالمال، لا تجد من يأخذه، لا تجد من يأخذ هذا المال. هذه تراحم، إذا يتراحم فيها المسلمون، وتجد أنك أنت إذا أخرجت صدقة كم يصير قلبك له، إذا أخرجت زكاة واغتنى المسلمون جميعا لن تجد شحاذا في الطريق، ولن تجد متسولا، ولن تجد لصا يسرق. هو يسرق لماذا؟ نعم السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هو يسرق لماذا؟ إما عن شهوة والعياذ بالله في السرقة، أو إما عن احتياج. وهذه الشيخ بن باز رحمه الله، وهذه في قصص الشيخ في كتابه الذي هو بقلم الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، وبرواية الشيخ موسى الموسى سكرتير الشيخ لقرنين من عقدين من الزمان، يقول الشيخ كان يقوم الليل فسمع خشخشة في البيت، فدق الجرس على الشرط فأخذوا يبحثون فوجدوا لصا في مطبخ الشيخ، دخل لصا من المطبخ، جاء به ما بك؟ قال أحتاج إلى 5000 ريال، عندي أمي في بلد كذا من بلاد شرق آسيا مريضة تحتاج هذا المبلغ. لفلق على البيوت ما بقى بيت يسرقه إلا بيت إيش الشيخ، لحكمة يريده الله عز وجل. دخل بيت الشيخ، فالشيخ لما أمسك به أخذ بياناته واتصل بطلابه تأكدوا فعلا من الحادثة، فقال هذه كمان خذها وزيادة أعطينا ولا. وبعدين أيقظ الخادم فقال اصنع له طعاما لعله جائع، يكون في ما تعشى، اصنع له طعام. بعد تعشى الرجال وكذا وضمن الفلوس إن شاء الله، هو صلاة الفجر هم وطلعين، قال هذا مين؟ قالوا بن باز. قال هذا ملائكة وليس بإنسان هذا، لأن عمره شفته واحد يبعث في لصه هكذا يعطيه ويسامحه ويطبخ له ويحسن إليه، فلزم الشيخ وطلب العلم عنده وكان داعية للتوحيد في بلده. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإحسان إنسانا أو الإحسان إنسان. فهذه هي المطلوب من الناس، يعني هذا هو الدين، إذا وحد العبد حسنت أخلاقه بينه وبين الناس. نعم. بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. النبي يقول في الحديث 3 أقسم عليهن، والنبي لا يقسم إلا صادقا، بل لا يتكلم من غير قسم إلا صادقا عليه الصلاة والسلام. يقول 3 أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عابدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. لما تتأمل في هذا الحديث تجد أن القاسم المشترك فيه هو الإنفاق. الأول إنفاق من الجاه، وده إنفاق من المال. ما نقص مال من صدقة، هذا إنفاق من جهة المال. وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا، إنفاق من إيش؟ من الحق. ومن تواضع لله إنفاق من الجاه. فكل الضابط في الحديث هذا هو إيش؟ هو الإنفاق، إنفاق مال وإنفاق نفس أو حق نفس وإنفاق الجاه. نعم. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص. حسبك. هذا نجعل التعريفات. هذا صلى الله عليه وسلم. في المجلس القادم لكي نبدأ بعد التوطئة هذه إن شاء الله، نبدأ بعد ذلك. جزاك الله. تفضل.